أوجب وجد في الكتاب العزيز ما يدل على جواز تزويج الفتاة قبل البلوغ. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، أي واللائي لم يحضن أيضا لصغرهن أو لغير ذلك، عدتهن أيضا ثلاثة أشهر. ثانيا قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، تعدلوا في مهور اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فما أفادوا أنني إذا أمنتم العدل في شأن اليتيمات جاز التزوج بهن. وأيضا تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة وهي بنت ست سنين، وبنى بها وبنت تسع سنين.